دلوقتي هنروح مع حضراتكم لجامعة سوهاج اللي شهدت افتتاح مركز خدمة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وده طبعا كان استجابة لدعوة السيد الرئيس للاهتمام بذوي الإعاقة واللي أكد عليها خلال حديثه في مؤتمر قادر باختلاف. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر معانا عبر زوم دكتور حسان نعماني رئيس جامعة سوهاج. بنرحب بحضرتك يا فندم، وبعد التحية لو توضح لنا ما يشتمل عليه مركز خدمة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من خدمات يا فندم. أهلا بحضرتك جمانة، أهلا بحضرتك أستاذ محمد. أهلا بك يا فندم. هذا المركز تم افتتاحه بالأمس، وده من المراكز المتقدمة والمتخصصة في خدمة طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا المركز يخدم أكثر من 4000 طالب وموظف عضو هيئة التدريس. إحنا عندنا في الجامعة أكثر من 285 من ذوي الهمم. هذا افتتاح المركز في هذا التوقيت ده كان بعد احتفالية قادرون باختلاف. أنا حضرت قادرون باختلاف في حضور طبعا في خيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشفنا وكل مصر والعالم العربي والعالم شاف مدى اهتمام الرئيس بهؤلاء الشباب وهؤلاء الأطفال اللي عندهم قدرات خاصة. وأنا بقول عندهم قدرات خاصة لأنهم أنا بعتبرهم أحسن مننا، لأن إحنا كاملين يعني الشكل والبنيان، ولكن هم بيتفوقوا علينا انهم هم بيحاولوا يعني يعيشوا ويتعايشوا حتى التحقوا بالجامعات. ودي كانت فرصه كويسه قوي ليهم لانهم يثبتوا وجودهم وفي نفس الوقت يتحولوا من عاله على اسرهم ومجتمعهم الى انهم هم يبقوا طلبه ويتعلموا ويحصلوا على شهادات وبعد كده كمان بينزلوا سوق العمل. انا لما شفت الرئيس وبيقول لهم افتكروني يوم القيامه ونادوني وخدوكم معاكم وخدوني معاكم، ده انا حسيت بالحب العميق وقد ايه السيد الرئيس مهتم بيهم وقد ايه السيد الرئيس حب نابع من ذاته ومن قلبه. ورحنا سرعنا طبعا من افتتاح هذا المركز. المركز بيخدم العديد، بيقدم خدمات متنوعه لهؤلاء الطلبه. ايه بقى طبيعه الخدمات يا فندم؟ او حضرتك يعني مثلا احنا يعني بنعمل ملتقى لتوظيف الطلاب ذوي القدرات الخاصه. احنا اصلا محتضنينهم من الاول في مركز التايكو اللي هو رياده الابتكار والاختراع، واصلا ليهم اختراعات وابتكارات عندنا، وكان حتى في السي بي سي الصبح كانوا بيعرضوا بعض النماذج الاختراع والابتكار لدى الطلبه ذوي الاحتياجات الخاصه. احنا بنعمل لهم توقيع كشف الطبي بيبقى متواجد داخل الجامعه. احنا حتى الاختبار بتاع الجيش والحصول على شهاده اللعفه المفروض سوهاج ما فيهاش منطقه تجنيد، المفروض يروحوا اسيوط. احنا بننسق مع منطقه تجنيد اسيوط وهم شاكرين طبعا، وانا اشكر طبعا تجنيد اسيوط واشكر القوات المسلحه القائمين على هذا الموضوع ان هم بييجوا بيجيبوا فرقه معاهم وبيجيبوا فريق عمل وبيتم توقيع الكشف الطبي عليهم داخل الجامعه. مش هم بس طلابنا احنا طلاب الجامعه، لا كل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصه الموجوده في سوهاج كلها في المحافظه اللي هي تعدادها 6 مليون بييجوا عندنا في الجامعه وبيتم طبعا توقيع الكشف الطبي عليهم، ومحتاج اعفاء بيديه اعفاء من عندنا. احنا بنعمل لهم دورات تثقيفيه وتدريبيه. احنا عندنا الامتحان بيتم عن طريق المركز، عن طريق برايل مثلا للناس المكفوفين، وبنجيب لهم كل الوسائل اللي تريحهم. احنا بنرعاهم، انا ما عندي عبد الرحمن ده فوق حقوق وحاضر قادرون باختلاف في المناره مع السيد الرئيس، وكان موجود وكان نفسه يتصور مع السيد الرئيس على المنصه لما نادى اسلام الكفيف وخدوا الرئيس وطلع معاه عبد الرحمن، بس عشان متلعثم وعنده طبعا الشلل الحركي وعنده بطء في الكلام والنطق وكده، قعد يعني نادي وكده. بعد كده احنا كرمناه في هذه الاحتفاليه اللي هو قدرونا باختلاف، وعنده بيكتب شعر وطبعنا له شعر ان شاء الله على حساب الجامعه في مطبعه الجامعه. يعني احنا بنرعاهم رعايه كامله. انت سيادتك لو شفت ام احد اطفال او الطلبه ذوي الاحتياجات الخاصه وهي بتقول احنا ما كناش بننام وعينينا بس ما كانتش بتنام، لا ده احنا كمان قلبنا ما كانش بينام، واحنا حاليا دلوقتي مرتاحين ان احنا لقينا ابنائنا بياخدوا فرصه للتعليم وتعليم من دمج زيهم زي اي طالب تاني. احنا يا دوب دلوقتي بننام وارتحنا
وطبعا بتشكر السيد الرئيس اللي هو ولى اهتمام كبير قوي قوي لهؤلاء الطلبه، ودول قطاع كبير ومش هم بكل طلبه تاكيد يا فندم، يعني جهد مشكور اكيد. لكن خليني اعرف برضو من حضرتك ونعرف الساده المشاهدين، بالنسبه لهذا المركز هل في سنوات دراسيه تخصصات معينه بيستهدفها مركز خدمه الطلاب من ذوي الهمم؟ هو المركز حضرتك بيتيح ليهم ان هم يعني يمتحنوا في هذا المركز، ولكن يبقى الامتحان موضوع من اعضاء التدريس المتخصصين ومن الكليات المتخصصه. يعني كليه مثلا اداب فيها طلبه ذو دمج او ذو قدرات خاصه، فالطلبه دول بيبقى ليهم اعضاء التدريس بيدرسوا في الاقسام المعنيه، وبعد كده بيتم امتحانهم هناك، او امتحانهم لو تم امتحانهم هناك في الاماكن الامتحانات بيبقى في حد موجود معاهم منسق معاهم من المركز بيروح يستقبلهم، يعني بياخد بايديهم، بيشوف لهم اللجنه فين، بيقعد يعني يستجيب لهم يعني خدمات لوجستيه وخدمات تدريبيه وخدمات تثقيفيه، وفي الاخر بقى قبل ما بيخلص بندور له على اماكن عشان يتعين فيها في مع القطاع الخاص. عظيم جدا يا فندم. ايه تاني الامكانيات اللي تم التركيز عليها اثناء انشاء هذا المركز؟ الامكانيات اللي تم التركيز عليها ان احنا حاليا دلوقتي بنشجعهم، وفي نفس الوقت بنطلعهم رحلات، يعني بنخليهم مندمجين. يعني مثلا في انتخابات الرئاسه جبنا اتوبيسات ووقفنا معاهم وركبناهم اتوبيسات وراحوا اللجان وادلوا بصوتهم، يعني اندماجهم في الحياه وشعورهم ان هم اشخاص عاديين قادرين على ممارسه الحياه اليوميه والحياه حتى الحياة السياسية، دي اعلى مراتب التمني والاماني لاي فرد واي شخص. كلهم التقوا بالسيد الرئيس ويسافر عبد الرحمن وزمايله من سوهاج للقاهرة للتجمع في المنارة، ويقعدوا في المدرج في القاعة ويشوفوا الاحتفالية. ده هو في نفس الوقت اقصى اماني الطلبة العاديين. طلب العاديين نفسهم يقابلوا السيد الرئيس، يتصوروا معاه، او نفسهم حتى يحضروا لقاءاته وكده. فكون ان هو طالب ذو همم، طالب عنده مشكله، كان يقعد الاول في البيت ويقعدوه في البيت لغايه ما يجي اجله وياخده، اما دلوقتي ولله الحمد اهله بياخدوه وبيروحوا بيه، ومتوفر لهم كل السبل دي من مواصلات، من اقامه، من كل الحاجات دي في حد ذاته ده يعني احنا ما شفناهوش قبل كده. ده هو اكيد في اكيد طبعا يا دكتور، يعني في الحقيقه تحول في التعامل مع هذا الملف تحديدا، ملف ابنائنا من ذوي الهمم، هو واضح بكل تاكيد حتى بشهادات اسر هذه هؤلاء الاطفال او حتى هذه الفئه كمان هي بتشهد بهذا التغير والتحول. بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور حسان النعماني رئيس جامعه سوهاج، شكرا لحضرتك يا فندم.